النقبي من أرض الحدث. كيف الحال الهند وما الجديد الذي تواجهين به إن شاء الله؟ تفضل يا هند. اهلا بك يوسف، واهلا بكم مشاهدينا مره اخرى من معرض دبي للطيران في يومها الاخير. طبعا انا هاي المره متحمسه، يعني اكثر شيء مثل ما نقول بالعاميه، والسبب احنا طبعا نعرف ان الوفد الروسي يعني يهتم بمشاركته في معرض دبي للطيران منذ الدوره الاولى منذ عام 1993، وحتى هذه الدوره مشاركه واضحه ومتميزه للوفد الروسي. ولكن خلال تجولي في ارجاء المعرض لفتتني هذه الطائره الهليكوبتر المميزه. ليش مميزه؟ خلونا اخذكم في جوله داخل الطياره عشان نعرف ليش هي مميزه والتقنيات الحديثه اللي قاعده تستخدمها. طبعا هذه طياره خاصه من صناعه شركه كيلر ويل، ولكن ما يميزها هو استخدامها لأبرز التقنيات الحديثة. طبعا هي في البداية شراكة بين شابة تونسية وكذلك شاب روسي. أنا ياسا أحاول الحين أكتب الطيارة عشان أقدر يعني أشرح لكم بشكل أوضح التقنيات المستخدمة في الطيارة. أول شيء لفتني طبعا هذه الشاشة الحديثة التي طبعا تستخدم تقنية التاتش. طبعا عندنا هنا نقدر نشوف الكابن كرو كله كامل بهاي الطريقه. طبعا ان شاء الله تقدرون تشوفون لو عاملين زوم على الشاشه. هنا ايضا نقدر نشوف اللايتس الخارجيه، الاضاءه الخارجيه بالنسبه للطياره، كل شيء هنا بالتاتش. وعندنا هنا بعد نقدر نشوف مستوى الوقود او البترول في الطياره. طبعا هنا طالعت لنا العلامه الخضراء، هذه معناتها ان نسبه الوقود عندنا الطياره يعني فول تانك. هذا بالإضافة طبعاً للكثير من المميزات يعني نقدر إحنا نستعرض. لكن أيضاً لفتني الشيء اللي بالنسبة للتهوية، الكراسي أيضاً مزودة بتقنية تهوية تدفئة وليست تبريد. يعني إحنا سياراتنا طبعاً نقدر نتحكم فيها بالتبريد طبعاً بسبب أجواءنا الحارة، ولكن في طائرة الهليكوبتر هذه نقدر احنا نتحكم بطريقة تدفئة الكراسي من اي فص. من هنا نقدر بالنسبة للمكيف، طبعا معانا هنا حنان هي الشريكة اللي في صناعة هذه الطيارة. هاي من هون فينا بنتحكم بنظام التدفئة مثل ما هو نظام التبريد. هل في كل الكراسي فيهم نفس النظام، وفينا بنتحكموا في كل الكراسي من خلال التاتش. طبعا نقدر نتحكم بمستوى التدفئه من هنا، عندنا ثلاث مستويات. هذا بالاضافه اللي لفتني ايضا ان ليس جميع الطائرات المروحيه فيها هذه الخاصيه، خاصيه الميديا. طبعا تقدر تشغل الاغاني، تشغل الفيديوهات اللي تبغى تشوفها، بس الواحد يحاول انه ما يتشتت طبعا وهو يسوق الطياره، صحيح؟ وايضا عندنا اللوك بوك، وعندنا التشيك بوك، وعندنا النافيجيشن. الطياره طبعا نقدر نشوف الخريطه والاتجاهات اللي قاعدين نتجهها ونستخدمها في خلال الطيران. بالنسبه للتشيك بوك، انه الطيار فيه بيتحكم في كل شيء، فيه بيعرف من هون لما بيصير له كل العلامات انه هي خضراء مثل ما انا بعرض عليكم الان، بصير انه كل السيستم ما الطياره سليمه وفيها انه هي للاقلاع، واي شيء كمان